بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على بركة الله نبدأ أعمال الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الذي تقيمه هيئة علماء المسلمين، مشكورة على جهودها بعنوانها الموسوم الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث. يشارك في أعمال هذه الجلسة 5 من الباحثين الكرام، وهم كل من الأستاذ عقيل سعيد ويسي، باحث ماجستير دراسات إسلامية بعنوان البحث الموسوم جهود علماء منطقة بارك في العلوم الشرعية العلامة محمد بن آدم النموذجي، ثم يليه الدكتور عبد القادر عبد الرحمن البرزنشي، باحث عضو اتحاد علماء الدين الإسلامي فرع كركوك، عنوان بحثه آل الشيخ حسن القلازردي اي نعم، وآثارهم العلمية. ثم البحث الثالث يكون لفضيلة الدكتور محمد عبد الله فتح الله البنجويني من كلية الآداب جامعة سوران أربيل العراق، بعنوان البحث جهود العلامة الملا علي قزلشي العلمية رسالة أجزاء القضية نموذجا، وهي رسالة في علم المنطق. وثم يليه كذلك البحث الرابع لفضيلة الأستاذ عبد العزيز ياسين محمد، باحث من الموصل من أعلام ببحثه الموسوم من أعلام الموصل العلامة أحمد فخر الفيضي الشيخ محمد شريف أفندي الفيضي واعظ الموصل. وكذلك تكون الخاتمة ببحث فضيلة الأستاذ عبد الحميد محمد أمين عزيز من كلية العلوم الإسلامية جامعة السليمانية، بعنوان بحثه الموسوم العلامة المفتي محمد فيض الزهاوي، وهو من مفتي العراق. البحث يكون حول حياته وجهوده العلمية. نبدأ على بركة الله ببحث فضيلة الأستاذ عقيل سعيد ويسي، جهود علماء منطقة بارك في العلوم الشرعية العلامة محمد بن آدم نموذجا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوة الحضور، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر شكرا جزيلا هيئة علماء المسلمين على هذا المؤتمر الموقر وعلى حسن ضيافتهم وحسن إعدادهم لهذا المؤتمر. البحث بعنوان جهود علماء منطقة بارك في العلوم الشرعية العلامة محمد بن آدم نموذجا. طبعاً المقدمة، لا ندخل في التفاصيل حول جهود العلماء الأكراد في المنطقة. هذا البحث مركز على منطقة معينة وهي منطقة بارك، وهي منطقة تابعة لقضاء شومان، تبلغ حوالي 180 كيلومتر من مركز المحافظة، تمتاز بروعة جمالها وطبيعتها الخلابة. هذه المنطقة ولفترة طويلة كانت مركزاً للعلم ومقصداً للطلاب في المنطقة بأكملها والمناطق المجاورة، والتي اشتهرت بمدارسها وعلمائها، وكان الطلاب يقصدون هذه المنطقة حتى من ضواحي العراق من تركيا وإيران، حيث المدارس كانت زاخمة بالعلماء والمدرسين. من هؤلاء العلماء الكبار الذي أنجبتهم هذه المنطقة هو العلامة محمد بن آدم البارلكي، وهو عالم كبير له مؤلفات كثيرة اتصفت بأنها في غاية الدقة والرصانة العلمية. البحث يتكون من فصلين رئيسيين. الفصل الأول تناول طبيعة منطقة بارك من طبيعتها، من حيث طبيعتها وتاريخها، وكذلك الحركة العلمية ودور العلماء في هذه المنطقة. والفصل الثاني وهو الأهم تناول حياة وآثار أحد العلماء الكبار وهو العلامة محمد بن آدم البارلكي، وأهم عطاءاته العلمية والمؤلفات التي تركها بعدها. طبعا منطقة بارك جاءت كلمة بارك
من بالاتشيو. هناك آراء يعني متعددة، لكن الأرجح أنها جاءت من كلمة بالاتشيو وتعني بالكلية الجبل العالي، حيث المنطقة تحتوي على سلسلة من الجبال العالية خاصة جبل هرقوت وقمة حصاروسيا تتقع في هذه المنطقة وهي أعلى قمة في العراق. المنطقة تبدأ من منطقة من قرية برزيوة على حدود هاملتون وحتى حدود إيران، وهي تتألف من أربعة نواحي وهي قصر قلالة حاج أمران وسميلان. المنطقة لها بعد تاريخي أيضا ذكرها عبد الرزاق الحسيني في كتابه موجز تاريخ البلدان العربية، حيث وصف المنطقة وصفا دقيقا. وهذه وتسكن في هذه المنطقة عشيرة بالك، وهي عشيرة معروفة بالكرم والسخاء، وهي يعني أنجبت الكثير من العلماء والشعراء والقادة. المكان العلمية لهذه المنطقة، طبعا هذه المنطقة إلى جانب طبيعتها الجغرافية الخلابة كانت لها مدارس كبيرة في العلوم الشرعية، وتخرج من هذه المدارس العلماء والشعراء وكبار رجال السياسة. نذكر منه الشخصيتين، الأولى الشاعر الكردي الكبير حاج قادر الكويي الذي درس في هذه المنطقة وهو معروف بأشعاره وإنتاجه الأدبي، وكذلك والثاني الشخص الثاني هو الشيخ مولانا خالد النقشبندي العالم الرباني صاحب الطريقة النقشبندية الذي هو أحد طلاب محمد بن آدم البالكي ودرس فيها وتلمذ على يديه. نأتي إلى حياة وعصر محمد بن آدم البالكي. هو محمد بن آدم بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن إلياس، ويلتقي نسبي به في الأب السادس في الجد السادس. ولد في قرية الروس وهي قرية تابعة لقضاء شومان ناحية سميلان، وكانت ولادته سنة 1164 الموافق 1750، وهذا ما رجحه العلامة عبد الكريم المدرس والأستاذ زبير بلال إسماعيل. وهناك اختلاف يعني طفيف حول التاريخ عند بعض الباحثين. طبعا عاصر هذا العالم الكبير نظام الولايات في الخلافة العثمانية، حيث كان القوة المركزية يعني في هذا الوقت يعني ضعيفة، وبرزت عدة إمارات في المنطقة منها إمارة سوران، وكان أميرها الملقب بالأمير الأعمى، سلم السلطة بعد والده، وكان له علاقة طيبة في البداية مع العلامة بن آدم، وأصبح مفتيا لهذه الأمارة. بعدها يعني تنازعوا وشب خلاف بينهما حول بعض الأمور الاجتماعية، وترك المنطقة وسافر إلى منطقة أخرى. وفاته، توفي العلامة محمد بن آدم البالكي في سنة 1237، أي عاش بحدود 90 سنة. نشأ ابن آدم في قرية روس التي أحبها كثيرا في عائلة منتسبة بالشريعة ومشهورة بالعلم والعلماء، فكان والده عالما كبيرا له حواشي وتعليقات على بعض الكتب. نشأ في هذه البيئة وظهرت مواهبه العلمية منذ البداية، وكان منطقة بالك وخاصة قرية روس مركزا علميا ومقصدا لطلاب العلم، وظهرت في تلك الفترة الكثير من العلماء البارزين، وكان ابن آدم محبا للأسفار لغرض التعلم وكسب المزيد من المعارف. يقول الشيخ محمد الخال: كان ابن آدم كثير الأسفار، من جملتها سفره إلى مهابات لتعليم اللغة الفارسية، حيث كتب باللغة العربية والفارسية وأيضا بالكردية. كان ابن آدم واسع الثقافة طموحا في كسب العلم، حيث درس أكثر العلوم تقريبا من تفسير وفقه، حتى أصبح من أشهر الفقهاء في زمانه. وعلى رأي الشيخ إبراهيم فصيح الحيدري يقول: إن ابن آدم في مرتبة ومقام شيخ الإسلام فخر الدين الرازي في عصره. كان ابن آدم في مرتبة الاجتهاد في العلوم الشرعية وخاصة في الفقه، فالدارس لمؤلفاته يرى ذلك بوضوح، حيث يعلق برأيه على المسائل الخلافية ثم يطرح وجهة نظره في كثير من المسائل. إلى ذلك كان شاعرا أيضا، حيث له ديوان باسم واجم، لكنه لم يبقى منه إلا القليل من الأشعار، حيث يعني فقدت هذه المخطوطة. له شيوخ ومعاصرون من شيوخه، درس على يد والده آدم بن عبد الله، وأيضا على يد الملا عبد الله البايزيدي والملا رسول الكوراني، وعاصر أيضا كثير من العلماء البارزين منهم محمد فيض الزهاوي والشيخ معروف النودهي الذي كان تربط به علاقات جيدة. وقد بحث أحد أخونا الباحث في الجلسة الأولى دكتور محمد طاهر حول الشيخ معروف النودهي.
من تلامذته ابنه أحمد بن آدم وهو عالم جليل له مؤلفات أيضا، والمولانا خالد النقشبندي، وكذلك الشيخ عبد الله الجلالي الكردي ومحمد الخطي وعلي الوساني وغيرهم من العلماء كثيرون درسوا على يده وأصبحوا علماء بارزين. مؤلفاته وأثاره العلمية طبعا بحكم مكانته العلمية الرفيعة فقد ترك الإعلام ابن آدم وراءه ثروة علمية قيمة من المؤلفات في مختلف العلوم والفنون من نحو ولغة وفقه ومنطق وحساب وهندسة وخط، وكلها في غاية الكمال. يقول الشيخ عبد الكريم المدرس: ألف ابن آدم أكثر من كتبي في قرية روس، وكلها في غاية الكمال يتجلى فيها أفكاره العالية في قوة نطفته، وتبلغ مؤلفاته زهاء 100 مؤلف في العلوم النقلية والعقلية. لكن أكثر هذه المؤلفات قد ضاعت ولم تصل إلينا إلا القليل، وهي بحدود 40 أو أقل، وهي موجودة في مكتبات والدي الشيخ سعيد وعمنا الشيخ ملا محمد ملا صادق، وبعضها موجود في مكتبة الشيخ محمد الخال السليمانية وفي دار المخطوطة العراقية ببغداد، وبعضها في أوقاف السليمانية. طبعاً مؤلفاته كثيرة، نذكر بعضاً منها لضيق الوقت. مؤلفاته في الفقه: شرح المنهج في باب الفرائض وتلخيص المحرف في فقه الشافعين، وكذلك في أصول الفقه له مؤلفات كثيرة، وفي المنطق والنحو وغيره من العلوم كما أشرنا إليه، يعني موجودة في البحث لا يمكن الإشادة بها لضيق الوقت. لكن نختتم كلامنا حول مكانة ابن آدم العلمية وأقوال العلماء فيه. يقول فصيح الحيدري في كتابه عنوان المجد: من أعظم من أدركته عصره وأنا صغير وهو نزيل عند جدي الإعلام أسعد الحيدري طاب ثراه، علامة الدنيا على الإطلاق، الفائق على جميع مشايخ العراق، صاحب التأليف العديدة والتقريرات المفيدة، شيخ الكل في الكل، مولانا محمد ابن آدم الكردي. ويقول في مكان آخر: كان مشايخ العراق كافة يعترفون بفضله وتقدمه وعلمه المحيط، وكان بمزيد الفخر الرازي في زمانه. أما العلامة عبد الكريم مدرس مفتي العراق مفتي الديار العراقية فيقول: الشيخ العلامة نابغة الدهر ونادرة العصر، محمد بن آدم بن عبد الله البالكي. نكتفي بهذا القدر حول العلامة محمد بن آدم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسابقين على التزامنا بالوقت. من ميزات منهج هيئة علماء المسلمين أنها اعتمدت جمع كلمة العراق ووحدة العراق، كذلك هي اليوم تعتمد هذا الشعار لهذا المؤتمر، وهي جمع التاريخ والتراث الفكري للعراق لكي يكتب العراقيون تاريخهم، وهم الذين يكتبون تاريخهم. كانت القرون السابقة يكتبون تاريخ غيرهم، وغيرهم هم الذين يكتبون تاريخهم من أيادي غيرهم. اليوم هيئة علماء المسلمين مشكورة تعتمد الأيادي التي تكتب تاريخها، تكتب تاريخ بلدها، وتسجل وقائع البلد خلال فترة التي حددت لهذا المؤتمر، وهي دراسة فترة 500 عام هجري لهذه الفترة المحددة لأعمال هذا المؤتمر. كذلك من بركات هذه الجلسة أنها جمعت من الباحثين من كردستان، وجميعهم من كردستان إلا المتكلم الذي يعني آلت به الأمور، كذلك من الموصل. إذن وأنا أربيلي، وهو قريب من كردستان الموصل، وقريب من كردستان. فنحن يعني صرنا متحدثين 4 أو 5 من أربيل، وأخونا من موصل المجاورة لأربيل. القلوب واحدة. القلوب واحدة بإذن الله. الحمد لله. البحث الثاني للدكتور عبد القادر عبد الرحمن البرزنجي ببحثه الموسوم على الشيخ حسن القلازردي. 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 وأثاره العلمية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، في البداية
أشكر هيئة علماء المسلمين لإقامتهم هذا المؤتمر، وكذلك أشكر الإدارة التي تدير هذا المؤتمر، حقيقة مؤتمر ناجح، وبارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء على هذا العمل المبارك. عنوان بحثي آل الشيخ حسن القلزردي وآثارهم العلمية. هناك عوائل كثيرة كما تحدث أصدقائي وزملائي الذين كتبوا بحث حول علماء والعوائل العلمية في كردستان، كثير منهم الذين خدموا العلم والدين ونشروا الثقافة في المجتمع، ومن هؤلاء ومن تلك العوائل العلمية طبعا السادة البرزنجيين عموما في كردستان العراق، وآل الشيخ حسن القلزردي الذي هم يعني جزء من السادة البرزنجيين. القلزردة طبعا قرية تبعد عن مدينة السليمانية حوالي 20 كيلومترا، وقلزردة لها معاني، يعني قيل أنه يقصد به الوردة الصفراء، وقيل أن يقصد به قل يعني بمعنى التراب، وزردة بمعنى أصفر، يعني أن ترابه أصفر عندما تغيب يعني وقت غياب الشمس، يعني لها تسميات. فأن الشيخ حسن القلزردي هو أول من سكن هذه القرية وبنى مسجدا ومدرسة وقام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا بحثي مقسم إلى 4 أقسام، يعني إلى 4 مباحث. المبحث الأول أتحدث عن الشيخ حسن القلزردي، والمبحث الثاني أتحدث عن ابنه الشيخ محي الدين البرزنجي القلزردي الكركوكي، وثم بعد ذلك الشيخ محمود القطب الشورجي، والخامس الشيخ أحمد فائز البرزنجي. اخترت 4 علماء من هذه العائلة. الشيخ حسن القلزردي هو ولد في قرية نودية، والنودية بمعنى القرية الجديدة، ولد هناك سنة 1086، وتعلم العلم ثم بعد ذلك أصبح عالما وبنى هذه المدرسة، وقد كانت هناك أو كان هناك كثير من طلبة العلم يدرسون في مدرسته في قرية قلزردة، وتخرج من هذه المدرسة كثير من العلماء، وله مواقف مشرفة في دفاع عن الدين وعن الوطن، منها رسالته المشهورة إلى نادر شاه العجمي. كان الشيخ حسن القلزردي رحمه الله غيورا شجاعا لا يخاف في الله لومة لائم ولا سطوة ظالم، وعندما احتل نادر شاه مدينة السليمانية وشرد أهلها مع الكثير من القصبات التابعة لها، زحف بجيشه الجرار باتجاه الموصل ووصل إلى قرية موكبة في ناحية سورداش، فتش عن أصحاب النفوذ الروحي في الولاية وأرشدوه إلى الشيخ حسن القلزردي رحمه الله، فكتب إليه كتابا ذكر فيه مراده ومرامه وأحواله. وهذا نص كتاب نادر شاه إلى الشيخ حسن القلزردي، فقال: وبعد، فإن أجل مطالبي وأول مآربي ترويج مذهب جدكم جعفر الصادق رضي الله عنه الإمام الهمام منبع العلوم والحقائق، وأن حبي لأجدادكم الأماجد لمعلوم، وأن مجيئكم إلينا لزم أشد اللزوم، فبوصول أمري إليكم ائتنا لنتبرك بكم وبمن لديكم، وإلا فستنزل نار غضب عليكم والسلام. فرد عليه الشيخ حسن القلزردي رحمة الله عليه فقال: فقد أخذت كتابكم، أما دعوى حب أجدادي فلا أعلم أهذا الحب مشوب ببغض الأصحاب أم لا، فإن كان مشوبا ببغض الأصحاب فلا ينفعك يوم الحساب، بل يكون سببا للحساب والعذاب. وأما قولكم أن هدفي ترويج مذهب جعفر الصادق رضي الله عنه
فهو وإن كان من أجل التابعين وأكمل المجتهدين لكن لانقراض أصحابه ما صار مذهبه مدونا، ولو علمنا تدوينه لاتبعناه لكوننا من ذريته. ثم أوصاه ببعض الوصايا فقال: أوصيك بأن لا تحارب مع السلاطين العثمانيين، إذ قد اطلع أهل الكشف على بقائهم إلى قرب قيام الساعة ممتازين بخصائص لا توجد في غيرهم. ووصاه بوصية ثانية وقال: أن ما أضمرت من تخريب الموصل والحرب مع أهلها فلا تفعله، لأن ذلك يكون سبباً لهلاك جندك. ومنها من الوصية الثالثة أن تجعل في التوبة والاستغفار قبل أن يفاجئك الحمام والبوار. وأما إشارتكم إلى نزول غضب الشاه علي فلا تخوفونا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإني أحذرك من مكايد بعض أقاربك عليك فإنه يريد قتلك، والسلام على من اتبع الهدى. بهذه الجرأة وبهذا الكلام رد على نادر شاه، يعني حدث ما حذره منه، وقد قتل بيد أحد أقاربه عند رجوعه من السليمانية نحو إيران. نعم، وللشيخ حسن القلازردي مؤلفات كثيرة، ولكن يعني حوالي 14 مؤلفاً كلها يعتبر من المفقودات، إلا مؤلف واحد موجود في المكتبة القادرية في بغداد، وهو رسالته يسمى حاشية على رسالة الاستعارات والشرح للأسفرائيني، موجود في المكتبة مخطوطة إلى الآن في المكتبة القادرية. أما المبحث الثاني تحدثت عن الشيخ محي الدين الكركوكي، هو ابن الشيخ حسن القلازردي، كان عالماً فاضلاً تقياً ورعاً، وهو خليفة الشيخ إسماعيل الولياني الذي هو عمه، وكذلك ألف حوالي 24 مؤلفة، وفقد كثير من هذه المؤلفات ولم يبقى إلا 5 منها، وهذه المخطوطات 5 كلها موجودة عندنا في يعني حوزتنا، وعندنا لدينا مكان مخصص لحفظ هذه المخطوطات. والجدير بالإشارة إليه أن الشيخ محي الدين كركوك كان عالماً متضلعاً في جميع العلوم العقلية والنقلية، وضرب لكل منها بسهم، بالإضافة إلى ذلك كان ملماً بطب الأعشاب ويجري التجارب عليها وينفع المسلمين عن طريق الأدوية التي يركبها بتجاربه، ويؤلف الكتب القيمة، حيث أنه ألف في هذا المجال كتاباً مؤلف من 3 مجلدات ضخمة. وقد رسم الشيخ رحمه الله تعالى صورة الإنسان وبين عليها أماكن الحجامة، كيف يكون الحجامة للإنسان، وهذه الصورة أنا نزلتها، هذه الصورة يعني تقريبا صورت أو رسمت بيده الشريفة قبل 250 عاما، وبين فيها أماكن التي مثلا إذا كان للرأس أين يكون مكانه، وللفقرات وللذراع وللفخذ وما إلى ذلك، كل الأماكن بين عليها وبين فوائدها في ذلك. وقد ترجمت لأن هو الكتاب مكتوب باللغة الفارسية، وترجمت ذلك إلى اللغة العربية والأماكن التي فيها. نعم، والمبحث الثالث تحدثت عن المجاهد النسابة الشيخ محمود القطب الشورجي، الذي ولد سنة 1252 الهجرية في قرية عثمان لك تابعة لمدينة كركوك. الشيخ له مؤلفات، 7 مؤلفات، وموجودة عندنا هذه المخطوطات، ولكن أنا أسلط الضوء على شيئين من حياته. أولاً، هو نسابة كبيرة جداً، له مؤلف يسمى بحر الأنساب إلى الآن مخطوط، والمخطوط عندنا لأنه هو جدي الرابع الشيخ محمود القطب، فهذا المؤلف يعني حوالي 820 صفحة
في بحر الأنساب يسمى أشرافية محمود، والثاني أنه كان بالإضافة إلى ذلك كان مجاهدا حيث أنه جاهد الشيخ محمود القطب ضد الاستعمار القيصري الروسي سنة 1294 الهجرية في حكم السلطان الصالح عبد الحميد الثاني، إذ قامت روسيا القيصرية الحاقدة بهجوم شامل على الدولة العثمانية الإسلامية لإذلالها وتهديد عاصمة الخلافة، وقد فتحت الجيوش الروسية جهتين، الأولى في أوروبا في منطقة البلقان والثانية في قفقاس على حدود المنطقة. نعم، وقد جمع الشيخ محمود القطب حوالي 250 مجاهداً وانطلق من قريته، وأكثرهم كانوا من أقاربه ومن العشائر الأخرى التي كانوا موجودين، وذهبوا إلى تلك المناطق الحدود الإسلامية، وقد أبلوا بلاءً حسناً، وقد أنزلت هذه القوات يعني ضربات موجعة بالقوات الروسية وانتصروا ثم عادوا بعد ذلك. ويذكر ذلك الشيخ عبد الكريم المدرس، يقول أن الشيخ محمود القطب الشورجي سافر إلى الجهاد مرتين ورجع سالما في كتابه علماؤنا في خدمة العلم والدين. وأخيرا هو الشيخ أحمد فائز البرزنجي، كذلك من هذه العائلة المباركة، له حوالي 18 مؤلف، ومن أعظم مؤلفاته كتابه كنز اللسن. إذا سامعين بهذا الكتاب، كتاب رائع جدا، يعني قل أن يوجد له مثيل، لأنه لم أجد يعني أحدا كتب مثل هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه خصوصية، إذا ولو بقي دقيقة بس أشرح هذا الشيء لهذا الكتاب، يعني خلص الوقت. تمام، هذا الكتاب متكون من 7 لغات: عربية، تركية، فارسية، وبيت شعر بالروسية، وبيت شعر بالفرنسية. جمعهم كل هذه الأمور وجعل حوالي 11 عمودا، وجمع في كل عمود، عمود الأول مثلا كتب في علم العقيدة، تقرأ هذا البيت بالعمود تنزل جوه، يتحدث عن تعريف علم العقيدة وموضوعاته وما إلى ذلك، والعمود الثاني يتحدث عن التفسير، والعمود الثالث عن الحديث وعلم الفقه وعلم النحو والصرف وعلم الحكمة وعلم كل هذه العوامد. عندما تقرأها يطلع لك علم، وتقرأها بشيء آخر يطلع لك علم آخر، وهذه الأمور. والحكمة من ذلك كذلك، هو جاب أبيات فرنسية وروسية وكردية وتركية ودخلها ضمن هذا الجدول، وعندما تقرأها عرضيا ينقلب هذه اللغات إلى اللغة العربية. فهذا كتاب يعني قيم جدا، ألفه الشيخ أحمد فائز البرزنجي، وكان قاضيا، يعني اشتغل منصب القضاء في كثير من المدن، منها السليمانية والموصل، وكذلك في الواسط والديوانية، وكذلك في أستانة، يعني في أسطنبول، هو كان قاضيا في هذه الأماكن. و يعني فقط بقي لي التوصيات، اذا سمحت لي دكتور دقيقه واحده، كتبت بعض التوصيات، يعني منها اولا دراسه، يعني الاهتمام بدراسه حياه علمائنا وابراز جهودهم في خدمه الاسلام والمسلمين، اظهار مؤلفاته القيمه امام الباحثين وطلبه العلوم الشرعيه لدراستها وتحقيقها، تشكيل لجان مختصة للبحث عن المؤلفات المفقودة والمخطوطات المفقودة لعلمائنا. هناك كثير من علمائنا يعني كان لهم مؤلفات كثيرة، منهم الشيخ معروف النودهي 40 من مؤلفاته مفقودة، منهم الشيخ، فللبحث عنها في داخل وخارج العراق وفي المكتبات الخاصة والعامة، تعيين مختصين وتكليفهم بالقيام بمهام الترجمة. هؤلاء العلماء كانوا يؤلفون بعض الكتب باللغات الكردية والفارسية والتركية، يا حبذا تشكل لجان لترجمة هذه الكتب إلى اللغة العربية لتعم فائدتها. ويعني توصيتي الأخيرة هو أطلب من جنابكم أن يعني مثلا مقترح
أن يكون مثلاً يؤلف كتاب باسم معجم مؤلفي العراق فقط، نجمع هؤلاء العلماء في حقبة زمنية إلى نهاية مثا كذا، يعني نجمع علماء هؤلاء ومؤلفاتهم كذلك، يعني خشية من الضياع، وحتى يكون مثلاً مرجعاً ومصدراً لمن يريد أن يبحث عن حياتهم ومؤلفاتهم. وبارك الله في الجميع وجزاكم الله خيراً. وإن شاء الله هذا الكتاب إن شاء الله هدية لجناب الشيخ إن شاء الله دكتور مثنى الضاري، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا إن شاء الله. شكرا لفضيلة الدكتور عبد القادر عبد الرحمن البرزنتي، وهو عضو اتحاد علماء الدين الإسلامي في فرع كركوك. عرض مدرسة آل الشيخ حسن القلازردي وآثاره العلمية. نعم. وحقيقة عرض المصدر من أحد مصادر الكتب، والكتاب هو الآن وثيقة أمة. يعني ينبغي الاهتمام بها، وكذلك المحافظة على هذه الوثيقة باعتبارها تمثل جهود علماء، وتمثل كذلك هوية أمة خلال هذه الحقبة التاريخية التي تؤلف بها هذه الكتب. البحث الثالث لفضيلة الدكتور محمد عبد الله فتح الله البنجويني، وهو من كلية الآداب جامعة سوران من أربيل، عن بحثه المرسوم جهود العلامة الملا علي القزلجي العلمية، رسالة أجزاء القضية النموذجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البداية نشكر القائمين بهذا المؤتمر الرصين ونشكرهم على حسن الضيافة. عنوان بحثي جهود العلامة القزلجي العلمية، رسالة أجزاء القضية في علم المنطق نموذجا. لا أخفى على حضراتكم أن المولى جل شأنه قيض للأمة الإسلامية في كل عصر علماء أجلاء وفقهاء أذكياء، أرشدوا الناس إلى الحق والصواب، وأناروا طرق النظر لأولي النهى والألباب، وألفوا كتباً في شتى العلوم والأبواب، وكان لهم أثر كبير في تطوير العلم والمعرفة وازدهار الفكر والثقافة وإصلاح الفرد والمجتمع وانتشار السلم والسلام والأخلاق الفاضلة بين الناس. ومن هؤلاء العلماء العلامة المدقق الفاضل المحقق القزلجي الكردي، من علماء قزلجة الواقعة غرب قضاء بينجوين التابعة لمحافظة السليمانية، وكان بارعاً في العلوم النقلية ولا سيما في اللغة العربية، متضلعاً في العلوم العقلية، عالماً مدققاً يرحل إليه في الآفاق، إذ قد آتاه الله براعة فائقة في توضيح المسائل وتحقيق الدلائل وكشف المعضلات وحل المشكلات وتحرير الخلاف بين العلماء. لذا وصفه العلامة محمد أمين زكي بك بأنه كان من خيرة علماء الكرد، واسع الاطلاع، غزير العلم، قوي التفكير، جيد الحافظة، كان له اليد الطولى في العلوم العربية والمعارف النقلية. وذكر العلامة مفتي العراق الشيخ عبد الكريم المدرس بأنه كان عالماً صالحاً زاهداً متواضعاً رؤوفاً بطلاب العلم، وذكر أن تعليقاته وحواشيه على الكتب المنهجية كانت دقيقة جداً. ولأهمية الجهود الكبيرة التي بذلها العلامة القزلجي في التدريس والتأليف ودوره الريادي في التفكير والتحقيق ومكانته العالية بين العلماء والباحثين، آثرت أن أكتب عن حياته الشخصية والعلمية، ثم أقوم بدراسة كتاب من كتبه
كي أعطي الموضوع حقه وأبين جهوده فيه بدقة، واخترت من بينها كما قلت لكم رسالته القيمة المسمى بأجزاء القضية. ولا يخفى على حضراتكم أن في دراسة حياة علمائنا الأجلاء وآثارهم العلمية إحياءً لتاريخنا الثقافي النير وتراثنا المعرفي الرصين، وتبجيلاً لأسلافنا الذين بذلوا جهداً كبيراً وسعياً حثيثاً في تطوير العلم والمعرفة، البحث يشتمل على مبحثين: الأول خاص بدراسة حياة العلامة القضلجي، والثاني تبين جهود العلامة القضلجي في رسالته أجزاء القضية المنطقية. أما بالنسبة لحياته الشخصية فحقيقة من خلال هذه الدراسة قمت بتصحيح بعض ما كتب عنه، وذلك بعد البحث والتقصي. اسمه الكامل الملا علي ابن الملا محمد بن علي بن إبراهيم القزلجي. ذكر بعض المترجمين أن جده اسمه محمود، لكن نحن في جامعة سوران عندنا مركز المخطوطات، بعد الرجوع إلى تعليقاته وحواشيه على تهذيب المنطق والذي كتبه بخطه في بلدة سابلاخ، تبين لي أن اسم جده هو علي وليس محمود، إذ يقول: تراب أقدام الفقهاء الكاتب قزلجي علي بن محمد بن علي بن إبراهيم. وأيضا هناك خطأ شائع ينسبون العلامة القزلجي إلى منطقة ترجان في إيران، لأنه درس في مدرسة ترجان أكثر من 40 سنة وبقيت أسرته هنالك، ولكن في الحقيقة هو من منطقة قزلجة التابعة لقضاء بينجوين. نعم، بدأ العلامة القزلجي بالدراسة عند والده وكان شيخا جليلا، وقرأ أيضا عند الملا محمد الباني وكذلك الملا محمد اليائي، ثم سافر مع زميله الفاضل الملا عبد الله البيربابي إلى الأستاذ العلامة مفتي العراق الملا محمد فيضي الزهاوي في بغداد، وسكن عنده في المدرسة السليمانية التي بناها سليمان باشا الكبير، وتخرج عند الأستاذ وأخذ منه الإجازة العلمية. وقال العلامة مفتي العراق الملا محمد فيضي الزهاوي في مقام الثناء المستوعب للأطراف: لو اجتمع ذكاء الملا عبد الله البيربابي وجهد الملا علي القزلجي في شخص كان ذلك الشخص مثلي. بعد أخذ الإجازة رجع الملا علي القزلجي إلى ترجان الواقعة شرق مدينة سابلاخ، فاجتمع حوله الطلاب الأذكياء، وسعى القزلجي بما في إمكانه في التدريس مع التدقيق التام، واشتغل فيها بالتدريس زهاء 45 سنة، ويروى أنه كان يقرأ أو يقرأ ما بين 60 إلى 100 طالب في مدرسة ترجان على الدوام، فذاع صيته وانتشرت شهرته العلمية، فكان يأتيه الطلاب من مصر والشام والعراق وأفغانستان وداغستان وأماكن بعيدة في إيران كالخلخال وطالش، وبذلك أشعل سراج العلم في كردستان. من أشهر تلامذة العلامة القزلجي الملا عبد الله البيربابي، وكذلك الملا عبد الرحمن البينجويني صاحب الحواشي الدقيقة، وقد قمنا بعقد مؤتمر لهذا العالم الجليل في جامعة سوران، ولم نجد مخطوطة عند أحفاده، لكن بعد البحث والتقصي في العراق وفي مصر وفي إيران حصلنا على أكثر من 50 مخطوطة لهذا العالم الجليل. ومن طلابه أيضا الملا عبد الله الداغستاني، والملا عبد الله بن عبد القادر الولزي، والملا سعيد رحيم البوكاني.
وقد ألف العلامة القضلجي كتبا كثيرة وله حواش دقيقة ونفيسة في العلوم التي تقرأ، دلت هذه المؤلفات على علو كعبه ورسوخه في التحقيق. من مؤلفاته أجزاء القضية في المنطق، المقولات العشرة، رسالة في الآداب، الرسالة المعرفية، منظومة في علم التجويد باللغة العربية، منظومة أخرى في التجويد باللغة الفارسية، تخفيف الهمزة، صيغ المصادر، الظرف المنصوب، منظومة الفرائض. أما حواشيه وتعليقاته فكثيرة جدا، منها تعليقاته على الجامع الصحيح، على صحيح البخاري وعلى صحيح المسلم، وعلى ألفية العراقي في علم الحديث، وعلى جمع الجوامع في أصول الفقه، وعلى الفرائض شرح المنهج، وعلى القاموس المحيط، والمعلقات السبع، والمقامات الحريرية، ومغني اللبيب لابن الهشام الأنصاري، والتسهيل لابن مالك، والبهجة المرضية للسيوطي، والفوائد الضيائية، وكذلك مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي، والمطول والمختصر للعلامة التفتازاني، والعصام أو عصام الدين في الوضع، وله أيضا حاشية على تصريف الملا علي الأشنبي، وكذلك له تعليقات على لامية العرب ولامية العجم والقصيدة البردية، وشرح المواقف في علم الكلام وتقريب المرام، شرح تهذيب الكلام وشرح العقائد وتشريح الأفلاك وأشكال التأسيس، وكذلك شرح الشاطبية وشرح المغني وعبد الله اليزدي في المنطق. وعنده كتب أخرى كثيرة لا أستطيع ذكرها في هذا المقام الضيق. من المعلوم، يعني نأتي الآن إلى المبحث الثاني، أن المدركات الذهنية أو القواعد المنطقية محصورة في التصورات والتصديقات. ومن أهم مباحث التصديقات أجزاء القضية المعقولة، وقد تطرق العلامة القضلجي في رسالته المنطقية إلى أدق مباحث أجزاء القضية وأشكالها، والتي كانت مثار جدل بين قدماء الحكماء والمناطقة ومتأخريهم كتباين نظرهم في أجزائها. هل هي ثلاثة: المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة التامة الخبرية، أو هي أربعة بجعل النسبة بين جزءا من القضية، وكذلك اختلاف في النسبة التامة الخبرية، هل لها إدراكان: إدراك تصوري وإدراك تصديقي، أو ليس لها إلا إدراك واحد تصديقي، وكذلك اختلاف في حقيقة التصديق: هل هو بسيط أو مركب، واختلاف في الإذعان: هل هو علم أو فعل اختياري ضد الرد والإنكار. وحقيقة أنا في هذا المقام أريد أن أقول شيئا: عندما نتكلم عن القضية المنطقية فنتكلم عن قواعد العلوم. صدر الشريعة يعرف القاعدة الأصولية ويقول: القضايا الكلية التي يستنبط منها أحكام الجزئيات، ثم بيّن أن القضايا الكلية ما تقع كبرى في الدليل، يعني القياس المنطقي. مثلا نقول: أوفوا بالعقود أمر، وكل أمر للوجوب ما لم تقم قرينة على ذلك، فنصل إلى النتيجة. وكذلك تطرق إلى النسبة، وأصبحت النسبة في القضية المنطقية موضع دراسة عند الباحثين وعند اللسانيين، فأصبح الإسناد من عوامل التماسك النصي. وكذلك علماء البلاغة عندما يتكلمون عن المجاز العقلي يتكلمون عن الإسناد عندما يكون عقليا، فمثلا المتنبي يقول: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، وهل الطباع تأبى وترفض؟ فإذا هناك مجاز في النسبة أو في الإسناد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لفضيلة الدكتور محمد عبد الله فتح الله البنجويني من كلية الآداب جامعة سوران. في عرض بحثه جهود العلامة الملا علي القزلجي العلمية رسالة أجزاء القضية النموذجة، وصلتني توصية وطلب من اللجنة العلمية للمؤتمر، حقيقة تطلب من الباحثين الأفاضل تسليم التوصيات مجتزأة من البحوث تسلم إلى اللجنة العلمية كذلك للمؤتمر حتى تصاغ ببيان خاتمة المؤتمر بإذن الله.
البحث الرابع لفضيلة الأستاذ عبد العزيز ياسين محمد وهو باحث من الموصل، عن بحثه موسوم من أعلام الموصل العلامة أحمد فخري الفيضي واعظ الموصل. في حقبة معينة حددت بالبحث من 1855 ميلادية إلى 1925 ميلادية. تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أتوجه بجزيل الشكر إلى الراعي الرسمي لهذا المؤتمر العلمي المبارك، هيئة علماء المسلمين في العراق، متمثلة بأمينها العام فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري حفظه الله. والشكر موصول لجميع القائمين والعاملين على إنجاح هذا المؤتمر المبارك. في الحقيقة هي فرصة أن أتحدث بين هذه القامات العلمية السامقة عن عائلة موصلية عريقة لها أثر كبير بالغ وبصمة واضحة في خدمة العلم وأهله في مدينة الموصل خاصة والعالم الإسلامي عامة. عنوان البحث: آل الفيضي وجهودهم العلمية، الشيخان أحمد فخري الفيضي ومحمد شريف الفيضي أنموذجاً. البحث كان على مبحثين: الأول ذكرنا فيه الشيخ أحمد فخري الفيضي وجعلنا الكلام فيه على مطلبين. المطلب الأول كان عن حياته الشخصية، أما المطلب الثاني فكان عن حياته العلمية. والمبحث الثاني خصصناه لذكر الشيخ محمد شريف الفيضي وجعلناه على ثلاثة مطالب: المطلب الأول في حياته الشخصية، والمطلب الثاني في حياته العلمية، والمطلب الثالث في ذكر نشاطاته ووظائفه ومهامه. المبحث الأول: العلامة أحمد فخري الفيضي رحمه الله. المطلب الأول: حياته الشخصية. اسمه ونسبه ومولده هو الشيخ أبو البركات فخر الدين أحمد فخري بن عبد الله الفيضي، ولد في بغداد عام 1272 للهجرة و 1855 للميلاد. وقد أرخ والده لولادته بقوله: فصل في ولادة ولدنا أحمد، لقد وافى البشير بيوم سعدي وبشرني بألطاف وخير، فقلت الحمد للمعطي فأرخ بمولد أحمد البدري فخري. ثانياً، ذريته: لديه عشرة أولاد، منهم القاضي محمود نشأت بن أحمد فخري، وكذلك القاضي محمد أمين بن أحمد فخري كان قاضياً في اليمن، والثالث محمد صفوت بن أحمد فخري كان ضابطاً في الجيش العثماني، والرابع محمد فاضل بن أحمد فخري. أحفاده للشيخ أحمد فخري أحفاد كثيرون، أصبح لهم شأن كبير في الموصل وبغداد، منهم القاضي عبد الله فيضي بن محمود نشأت بن أحمد فخري الفيضي، والقاضي مصطفى عزت بن محمود نشأت. المطلب الثاني: حياته العلمية. أولاً، مؤلفاته. للشيخ أحمد فخري الفيضي عدة مؤلفات وهي كالآتي: إرشاد العباد إلى الغزو والجهاد، طبع في المطبعة العامرة بالأستانة الطبعة الأولى سنة 1336 للهجرة و 1917 للميلاد في 256 صفحة. وقد ورد وصف فخم لمؤلفه في صفحة العنوان، جاء فيها: إرشاد العباد إلى الغزو والجهاد، تأليف العالم العامل الفاضل الأستاذ الكبير والجهبذ الخبير رئيس المدرسين في العراق وعلامة الآفاق على الإطلاق، ذي التأليفات العديدة والتصنيفات المفيدة، صاحب
صاحب الفضيلة والرجاحة شهاب الملة والدين الشيخ الغازي أبي البركات أحمد فخر الدين أفندي الفيضي القادري النقشبندي الموصلي نفع الله المسلمين به آمين. وذكر المؤلف سبب تأليفه الكتاب في مقدمته بقوله: الحمد لله الذي أعز الإسلام بسيوف المجاهدين ووعدهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله بالنصر والفتح المبين، بقوله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، شيد بهم الدين وأذل بسطوتهم المشركين، مدح المهاجرين والأنصار بقوله تعالى: أشداء على الكفار، وبقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فجاهدوا في الله حق الجهاد، وقتلوا أهل الكفر والإلحاد، وفتحوا المدن والبلاد، وأدبوا العصاة أهل الفساد، وركبوا السفن في البحار، وقطعوا الفيافي والقفار، وأرخصوا نفوسًا عزيزةً باعوها بثمنٍ ثمين، وبذلوا أموالًا حريزةً لإعزاز الدين، فجزاهم الله رب العالمين خيرًا على سائر المسلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ سيد المجاهدين وعلى آله الغازين وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فيقول خادم الأمة وقليل الهمة مدرس الرابعية والساكن في التكية الفيضية في الموصل المحمية فيض زادة أحمد فخري ابن الشيخ عبد الله أفندي الفيضي نجل الشيخ مصطفى أفندي الخضر الموصلي: لما رأيت فرط الذهول عن بلاد المسلمين وثغور الموحدين وما حل في طرابلس الغرب والجزائر وغيرها من بلاد العثمانيين والغفلة عن دفع المشركين عن قتل المؤمنين، أخذتني الغيرة العربية والنخوة الإسلامية إلى كتابة هذه العجالة السريعة التي هي إلى الله الوسيلة والذريعة، تهييجاً للشجعان الصالحين وتحريضاً للأبطال الغيورين على نصرة هذا الدين ليفكوا البلاد ويستردوها من أيدي الكفرة الملحدين، مستعيناً بالله رب العالمين ومستمداً من شفيعنا ومولانا محمدٍ سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقتٍ وحين، صلاةً دائمةً مستمرةً إلى يوم الدين. وسميته إرشاد العباد إلى الغزو والجهاد، ورتبته على ثمانية أبواب وفصول، ومن الله المأمول أن ينفع به كافة المسلمين ويجعلنا فرحين مسرورين وعلى أعدائنا منصورين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، آمين. الكتاب الثاني كتاب المجد في السماع والوجد، وهو مخطوط قيد التحقيق. الكتاب الثالث الخيالات السبع، والكتاب الرابع بؤبؤ العين شرح بردة سيد الكونين، الكتاب الخامس ذو الفقار في رقاب المنكرين الأشرار، والكتاب الآخر الإكسير على التفسير، والكتاب الآخر كتاب الروضة. ثانياً قيامه بمهام التدريس، كان الشيخ خليفة أبيه في إقامة حلقات الذكر في التكية وتدريس العلوم الشرعية وعلوم الآلة والقراءات السبع. ثالثاً شعره ونثره، نظم الشيخ أحمد فخري الفيضي في كتابه الخيالات قصيدة ميمية عن العدل وتوابعه، ونقلها في كتابه إرشاد العباد إلى الغزو والجهاد، فقال: ولما رأيت هذه الحكم جالية في غياهب الشكوك ونافعة لدوام ملك الملوك، أحببت أن أدخلها في سلك النظم وأجعلها قاعدة يبنى عليها الحكم، فحررها في دفترك لتكون مطمح نظرك، وهي هذه: تأمل أيها الملك الكريم بما قد قال بهرام الحكيم: يدوم الملك في عز إذا ما تولى حكمه الشرع القويم، وترويج الشريعة في مليك يسدد أمره الجند العظيم، وإن أساس تعمير بعدل وفي فقدانه بوم تحوم، ومن عين الوزارة مستفاض به حكم الإمارة مستقيم، ويبدي العدل عمال كرام ويبدي غيره الخب اللئيم، وإن طاف البلاد مليك قوم لعمري ذلك الملك الرحيم، ويفرح بل يعز به ذليل، ويحزن بل يذل له ظلوم، ودولة مثل ذا دامت بعز وفي معكوس ذا الحال الوخيم. وقال أيضا في هجو القضاة: قلت مرتجلا
قيل هلا هجوت نائب حدبا حين تقليده لأمر النيابة؟ قلت أهجو أئمة قلدوه حيث لم يعلموا طريق الإصابة. وقال أيضا: جلبت لمجلس لمجلس الأحكام قومي أخاصمهم عن ذنب الحمار، وجدت معاشر الحكام فيه على عكس القضية بانتظاري، فقلت لهم بلا ذنب حماري فخلوني أعود إلى دياري. وقال أيضا: نحن الرعية قد ضاق الخناق بنا وتشتكي عند سلطان السلاطين، هذه القضاة كشهب النار قد نزلت فينا ونحن لهم مثل القرابين. وله أيضا في النثر باع طويل يضيق المقام في ذكر بعض نثره. رابعا: تلاميذه رحمه الله للعلامة أحمد فخري طلاب كثيرون، لم تسعفنا المصادر إلا بذكر ثلاثة منهم، وهم الشيخ يونس بن الحاج محمود البكري، وكذلك الشيخ محمد علي البرزنشي، وكذلك الشيخ محمد بشير بن محمد طاهر البريفكاني. خامساً: وفاته رحمه الله، رجح الدكتور رأفت آل فرج أن الصحيح في تاريخ وفاة الشيخ أحمد فخري الفيضي أنه توفي في الموصل سنة 1344 للهجرة و 1925 للميلاد، كما قال نجله الحاج محمود نشأت، وتوفي سنة 1344 هجرية، ودفن في مقبرته الخاصة بجانب والده رحمه الله تعالى. وقال: أما ما ذكره الديوتشي وتبعه في ذلك العباسي وغيره من أنه توفي سنة 1324 فلعله خطأ في الطبع. المبحث الثاني: الشيخ محمد شريف أفندي الفيضي. المطلب الأول: اسمه ونسبه هو الشيخ محمد شريف بن الشيخ محمد ذخري بن الشيخ عبد الله الفيضي الطائي الموصلي الحنفي العالم الفاضل المربي من سلالة آل الفيضي الكرام الذين أفاضوا على الموصل عطاءهم العلمي والدعوي، فهو ابن العلماء وحفيدهم وأبو الدعاة وجدهم. ثانياً: مولده ونشأته. ولد الشيخ محمد شريف في مدينة الموصل في بيت جده عبد الله الفيضي في حي قريش بمحلة باب النبي عام 1313 للهجرة و 1896 للميلاد، وعاش هو وأخوه عبد الله وأخته الحاجة أم فخري في أكناف والدهم الشيخ محمد ذخري، وبعد وفاته أصبحوا في وصاية عمهم الشيخ أحمد فخري الفيضي، وتربوا في رعاية والدتهم وكذلك جدهم محمد أفندي. وقد تزوج الشيخ محمد شريف من ابنة عمه الشيخ أحمد فخري الفيضي، وأقيم احتفال بالمناسبة في تكية جده عبد الله الفيضي. ثالثاً: أعلام أسرته. ينتسب الشيخ محمد شريف إلى أسرتين عظيمتين عميقتين في التدين والعلم والمعرفة والتقوى، مليئتين بالشيوخ العلماء والوعاظ النجباء والقضاة والحكماء، أصحاب مدرستين عريقتين مشهورتين في الموصل، هما مدرسة آل الفيضي ومدرسة آل الصائغ، فأبوه من آل الفيضي وأمه من آل الصائغ. وسنذكر باختصار أعلام هاتين الأسرتين. أما من جهة أبيه فقد سبق الحديث عنهم، وهم جده لأبيه العلامة عبد الله الفيضي، والده الشيخ محمد ذخري الفيضي، عمه الشيخ أحمد فخري الفيضي. أما من جهة والدته الحاج محمد أفندي بن الشيخ عبد الله الصائغ، والد جده الشيخ عبد الله الصائغ، عم والدته الشيخ محمد طاهر الصائغ. أولاد الشيخ محمد شريف: لديه ستة أولاد، خمسة أبناء وبنت، وهم محمد جمال بن محمد شريف الفيضي، وشيخنا المربي الشيخ الجليل محمد أمين بن محمد شريف الفيضي، والأستاذ محمد بهجت بن محمد شريف الفيضي، وأمجد بن محمد شريف الفيضي مات صغيراً، والحاج محمود بن محمد شريف الفيضي. أحفاده للشيخ محمد شريف أحفاد كثيرون، أشهرهم شيخنا الشهيد الدكتور فيضي الفيضي رحمه الله، وشيخنا الأستاذ الدكتور محمد بشار الفيضي حفظه الله. رابعاً: رحلته للحج. ذهب الشيخ محمد شريف لأداء فريضة الحج وعمره 50 عاماً، واصطحب معه والدته، ودخلوا أرض الحجاز عن طريق البحر إلى جدة. وفي خزانته بهذا الخصوص
توصيةً من مفوضية المملكة العربية السعودية في بغداد جاء فيها وتتشرف بإفادتهم بأن حامل هذه التوصية فضيلة الشيخ محمد شريف محمد الفيضي مدرس وخطيب جامع الميدان في الموصل من أهل البر والتقوى، وهو يقصد أداء فريضة الحج هذا العام وبصحبة والدته وبصحبته والدته، فترجو المفوضية تقديم التسهيلات الممكنة لهما. وقد أهدي للشيخ محمد شريف الفيضي قطعة كبيرة من ستار الكعبة المشرفة في أثناء الحج، وكان من عادة ملوك المملكة أن يقدموا قطعا من ستار الكعبة المشرفة هدايا للعلماء والزعماء وذوي الفضل، وبقيت هذه القطعة لديه حتى وفاته رحمه الله. ومن بعده عند نجله الشيخ محمد أمين الفيضي، وبعد ترميم وإعمار مدرسة وتكية جده الإمام عبد الله الفيضي سنة 1414 للهجرة من قبل نجله الشيخ محمد أمين، أهدى هذه القطعة إلى التكية، وهي ما زالت موجودة. وبعد إنشاء فرع لها في الجانب الأيسر من الموصل جعل نصف قطعة الستار فيها وبقي النصف الآخر في محله. خامساً، وفاته، توفي الشيخ محمد شريف الفيضي رحمه الله 9 محرم 1388 للهجرة الموافق 7/4/1968 للميلاد، من عمر ناهز 72 عاماً قضاها في الوعظ والتدريس والإرشاد والإفتاء، فجزاه الله عن هذه المدينة وعن المسلمين جميعاً خير الجزاء. حياته العلمية في عجالة إن شاء الله. مؤلفاته رسالة في بيان بعض السنن المختلف فيها بين بعض الناس، ودعا فيها إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الكلمة ونبذ الشقاق، وسماها الفصول الثلاثة. ومن مؤلفاته أيضاً ما ذكره الأستاذ سالم عبد الرزاق بقوله: له مؤلف في فضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وله أيضاً الصلوات المطبوعة بظهر دعاء ليلة النصف من شعبان، والذي كان يوزعه مجاناً. وذكر الدكتور رأفت آل فرج أن من آثاره ما عثر عليه في خزانة عمه المؤرخ العم قصي آل فرج من مخطوط فيه تأييدات هي بمثابة تقاريض على كتاب الكوكب الفريد في فن التجويد لمؤلفه الشيخ محمد تاج الدين الحوري البحريني المعروف بالقارئ المصلي تلميذ الشيخ محمد صالح الجوادي. إجازاته إجازة بالخلافة في الطريقة الرفاعية. شكرا جزيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لفضيلة الأستاذ عبد العزيز ياسين محمد، وهو باحث من الموصل. حقيقة يعني بحثه تضمن بحثين حقيقة عن علمين جليلين من التكية الفيضية والمدرسة الفيضية، يعني التي ما زالت يعني أنوارها تشع في الموصل رغم الركام. يعني الموصل قد آلت الآن بجانبها الأيمن عبارة عن ركام. المدرسة الفيضية ما زالت حقيقة يعني ذلك الصرح الشامخ التي يعني قدمت الشهيد الشيخ الدكتور فيض الفيضي عليه رحمة الله، وهو شهيد هيئة علماء المسلمين بجهوده المباركة من أول سنوات الاحتلال. ما زالت يعني كلما نتحرك بالجهود الإغاثية للقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين نتحرك في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، لكن حقيقة نجد يعني لمسات وجهود هذه المدرسة الفيضية ما زالت تحافظ على هوية المسلمين وتحافظ على هوية الموصل باعتبارها مركز حضاري، وهي تبث العلم وحقيقة يعني ما زالت تجمع طلبة العلم رغم ما وصلت إليه الموصل من أحوال. شكرا لفضيلة الأستاذ عبد العزيز عن بحثه. الآن البحث الأخير لفضيلة الأستاذ عبد الحميد محمد أمين عزيز من كلية العلوم الإسلامية من جامعة السليمانية، عن بحثه الموسوم العلامة المفتي محمد فيض الزهابي المتوفى سنة 1300 هجرية.
عن حياته وجهوده العلمية. تفضل مشكور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوتهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن علماء المسلمين في العراق كان لهم دور بارز في جميع مراحل التاريخ الإسلامي، وكانت القيادة العلمية بأيديهم في كثير من الأحيان، فقد خرج من هذا البلد أعلام صاروا منارات علمية، وانتشرت علومهم ومواهبهم في جميع البلدان الإسلامية. ومن هؤلاء العلماء الذين برز في العالم الإسلامي اسمهم وانتشرت صيتهم وظهر فضلهم، العلامة المفتي محمد فيضي الزهاوي. وإنني بفضل الله حققت في السنة الماضية كتاب المرحوم العلامة الشيخ محمد الخال باللغة الكردية عن حياة المفتي الزهاوي، وطبع الكتاب والحمد لله، وهذا هو الكتاب. وأحمد الله تعالى على أن وفقني لخدمة هذا العالم الكبير مرة ثانية بكتابة هذا البحث لمؤتمر الحركتين العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث. وقد حاولت في هذا البحث أن أبرز شيئا من الجهود التي بذلها المفتي الزهاوي لخدمة العلم والدين والآثار العلمية له ونبذة من عن أشعاره وفكره. فهو العلامة المفتي محمد فيضي ابن ملا أحمد ابن حسن بك ابن روستن بك ابن كي خسرو بك ابن الأمير بابا سليمان ابن فقي أحمد الدارشماني. فهو من الأسرة البابانية التي حكموا ولاية شهرزور لمدة طويلة. ولد العلامة محمد فيضي الزهاوي في مدينة السليمانية من أسرة كردية سنة 1208 الهجرية المقابل لسنة 1793 الميلادية. نشأ المفتي الزهاوي أيام الإمارة البابانية بالسليمانية، وترعرع في أحضان والده ملا أحمد، فدرس عنده القرآن الكريم ومبادئ النحو والصرف والفقه، ثم انتقل إلى مدارس كردستان العراق وكردستان إيران، وتلقى العلوم الشرعية من خيرة علماء عصره، منهم الشيخ معروف النودهي والشيخ عبد الله الخرباني والشيخ محمد سعيد التختي المردوخي وأخوه الشيخ محمد قسيم المردوخي، إلى أن أخذ الإجازة العلمية لدى الإمام العلامة ملا محمد المشهور بابن الرسول، فأكمل عنده العلوم المدروسة والمواد المقروءة بالمدارس الدينية في هذا العصر، وأخذ الإجازة العلمية عند شيخه هذا، وكان عمره إذ ذاك 20 سنة. ثم رجع المفتي الزهاوي إلى مسقط رأسه السليمانية كعالم متمكن من العلوم الإسلامية، فبدأ بالتدريس وإفادة المسلمين واستمع حوله الطلاب، ثم بعد مدة رحل من السليمانية إلى كركوك، ثم سافر إلى بغداد واتصل بواليها علي رضا باشا، فرأى الوالي فيه شخصية ذكية لامعة واسعة الاطلاع، وكان قد بلغه سابقا صيته في العلوم والآداب، فدعاه إلى مدينة السلام بغداد، ووافق على ذلك المفتي الزهاوي، فاجتمع بعلماء بغداد وأدبائها وحل في قلوبهم محل السويدائها. قال الشاعر المعروف الأخرس عند لقائه بالمفتي الزهاوي حين وروده بغداد: أرى في لفظ هذا الشهم معنى ينبئ عن مدى علم عظيم، ومهما زدته نظرا بفكري رأيت نهاه قسطاس العلوم. عين المفتي الزهاوي في بغداد مدرسا في المدرسة السليمانية الواقعة في محلة الرصافة، فاشتغل بالتدريس فأفاد وأجاد، ثم عين بعد ذلك رئيس المدرسين في بغداد، وكان له قبول حسن عند رجال الدولة وعلماء بغداد وأدبائها. ثم وجه إليه منصب الإفتاء في بغداد في عهد الوالي رشيد باشا، وذلك بعد أن ارتقى المفتي السابق السيد محمد أمين أفندي إلى رتبة معاونية الوالي، فصار مفتيا على مذهب الإمام أبي حنيفة في بغداد. وكان المفتي الزهاوي شافعيا كأغلب الأكراد، يعني كان مفتيا على مذهب الأحناف، وهو نشأ نشأة شافعية في كردستان. وبهذه المناسبة
هنأه الشاعر العراقي المعروف عبد الباقي العمري بهذه الأبيات: قد قيل لي إذ رحت أنشط عندما شاهدت دين محمد يتجدد في مذهب النعمان بالزوراء قد أفتى الإمام الشافعي محمد. بقي العلامة الزهاوي في منصب الإفتاء حتى وفاته، أي مدة 38 سنة، كما أنه لم ينقطع عن التدريس في المدرسة السليمانية بعد تعيينه مفتيا في بغداد. وبعد عمر مديد دام 100 سنة كاملة، أي من سنة 1208 إلى سنة 1308، أمضاه في خدمة الدين ونشر العلم، توفي العلامة المفتي محمد فيضي الزهاوي ببغداد، ودفن في مدرسته المدرسة السليمانية التي درس فيها لعقود، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورفاه كثير من الأدباء والفضلاء، منهم السيد أحمد الراوي الواعظ، فقال: دفنوك يا كهف الورى تحت الثرى، ويلي عليك وويل كل موحد، ما ضمت الغبراء مثلك ثاويا، لا والذي هو عالم ما في غدي، أبكيت كتب الدين دمعا بل دما، وبكتك كتب السعد بل والسيد. ورفاه تلميذ السيد عبد الوهاب النائب مفتي البصرة بقصيدة طويلة أولها: سأبكي على فيضي وتبكي الأفاضل، وينعيه ناد للعلا والمحافل، وتذرف عين المجد بعد وفاته دموعا مدى الأيام طل ووابل، يعز على أهل العراق بأسرهم إمام إلى تلك المقابر راحل. كان العلامة المفتي محمد فيضي الزهاوي من مشاهير علماء العراق، ومن مراجع العلوم العقلية والنقلية، صاحب باع طويل في علوم الحكمة والمنطق والجدل والفلسفة والهيئة والفلك والكلام وآراء المذاهب والأديان. واشتهر علم الزهاوي ومكانته في بغداد، فشدد له الرحال في طلب علومه من شتى الجهات، فكثر طلابه وعظم أمره وتقلد مناصب رفيعة في بغداد، فمن مناصبه منصب رئيس المدرسين في بغداد، وكان ذلك يعد من أهم المناصب العلمية في عصره. ولمكانة هذا المنصب وصفه عصريه المفسر الكبير شهاب الدين الآلوسي مرتين في كتابه غرائب الاغتراب برئيس المدرسين. ومن مناصبه العلمية منصب مفتي بغداد، تولى هذا المنصب في سنة 1270 الهجرية، وبقي فيه 38 سنة حتى وفاته رحمه الله. ومنصب الإفتاء يعد من أرفع المناصب العلمية والدينية في التاريخ الإسلامي عموما، وهو أهم ما يدركه العالم الديني من الوظائف الحكومية. ثناء العلماء عليه: من العلماء الذين التقى بالزهاوي وصاحبه في بغداد لمدة وأثنى عليه المفسر الكبير العلامة أبو الثناء شهاب الدين محمود الآلوسي، فقد كان الآلوسي عند تأليف تفسيره روح المعاني يسأل المفتي الزهاوي فيما يشكل عليه، ويذكر اسمه أحيانا في هذا التفسير الكبير. يقول الآلوسي في تفسير سورة المؤمنون بعد أن ذكر أوجها في مسألة، لاحظوا هذا الثناء من الآلوسي وهو من هو، يقول: وقد زاد بعض أجلة هذا العصر العاصرين سلاف التحقيق من كرم أذهانهم الكريمة أكرم عصر، أعني به ثالث الرافعي والنواوي أخي الملا محمد أفندي الزهاوي. سأترك بعض الأجزاء وأنتقل إلى المقطع الأخير. الجانب الأدبي للزهاوي: كان الزهاوي كما أنه كان عالما دينيا مفتيا، كان شاعرا وأديبا، وللزهاوي أشعار في الرثاء والمدح والتقريض والمناجاة والفلسفة والغرام والذم والشكوى عن بعض أوضاع زمانه. فمن أشعاره في مناجاته مع الله تعالى يقول: يا ربي حارت في ثناك عقول، ماذا عسى فيك العقول تقول، إن الوجود ثنى عليك بأسره، فثناء أهل الفضل فيك فضول.
ومن أشعاري في نقد بعض أهل زمانه ممن يتصدرون للمشيخة بعمامات كبيرة وهم ليسوا أهلا لها. هذه الرباعية باللغة الفارسية يقول: شيخا توكي در عالم ظاهر فردي إن رتبة دستار بدس آوردي حيفست كي او دوري سري تو قردت بايست كي تو دوري سري او قردي. معناها بالعربية: يا أيها الشيخ الجاهل، إنك إذا كنت في العالم متفردا فإن منزلتك هذه إنما حصلت عليها بفضل العمامة، ومن بواعث الأسف أن تلف العمامة على رأسك، وإنما الحق أن تطوف أنت حول عمامتك. ومن أشعاره في الرثاء ما كتبه في رثاء ملا سليمان الخضري، وهي قصيدة طويلة بل من أطول قصائدي، يقول في أولها: ألا إنما الدنيا سجيتها الغدر، فليس لمغرور بزخرفها عذر، فظاهرها ود وباطنها قلى، وإدبارها خير وإقبالها شر، ورغبتها غي ورهبتها هدى، وطالبها عبد وهاربها حر. ومن أشعاري في فلسفة الحياة: من صار يمشي بالعصا من كبري آن أوان أن يصير راحلا، أعني الذي على ثلاث أرجل يمشي على الأربع يمشي عاجلا، أي إن من شاب وأضاف إلى رجليه رجلا أخرى وهي العصا وصار يمشي على ثلاث أرجل فقد آن أوان رحيله وقارب أن يمشي على أكتاف أربعة رجال إلى القبر. ومن أشعاري في التربية والأخلاق: معظم خلق الله فيهم معزز، لهذا تحاذى بالعيون المناظر، أي إن الذي ينظر إلى المخلوقات بنظر الاحترام سوف يلاقي منهم الاحترام. ألا ترى أن المنظار يحترم دائما، يوضع على العيون لأنه يعظم الأشياء ويكبرها. وختاما، فقد كانت نشأة المفتي الزهاوي في بلاد الأكرات، بلاد العلم والدين والأدب، وأخذ العلم والأدب من رجالها المعروفين في زمانه، وتثقف بالثقافات العربية والفارسية والكردية والتركية، وعرف هذه اللغات وأتقنها، ثم رحل إلى بغداد عاصمة المعارف الإسلامية وحاضرة العلوم والثقافة المختلفة، فصار نجماً ساطعاً فيها، وعلماً من أعلامها، ودعامة من دعائمها العلمية والفكرية والأدبية، ففي بغداد انتشرت صيته وبرز اسمه وظهر فضله. فرحم الله المفتي العلامة محمد فيضي الزهاوي، وجعل الفردوس مثواه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وحشره وإيانا مع الأنبياء والعلماء والصلحاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. شكراً لفضيلة الأستاذ عبد الحميد محمد أمين عزيز عن بحثه عن العلامة المفتي مفتي ديار العراقية، الذي حقيقة يعني تسنم منصب مفتي الديار العراقية في بداية القرن الرابع عشر الهجري، ويعني زاول منصب الإفتاء قرابة 38 سنة، ثم تبعه بعد ذلك يعني ابنه الشيخ محمد سعيد الزهاوي، ومارس منصب الإفتاء لمدة 17 عاما، ثم بعد ذلك يعني عرض منصب الإفتاء على الشيخ العلامة المجاهد أمجد الزهاوي، فرفض منصب الإفتاء حفيد الشيخ محمد فيض الزهاوي، رفض منصب الإفتاء، ثم بعد ذلك عرض على الشيخ نجم الدين الواعظ فقبله، ثم بعد ذلك آل منصب الإفتاء إلى هذه العائلة الزهاوية المباركة بالعلم والعلماء وكذلك بالمراتب الوظيفية الأخرى في كردستان. مركز الزهاوي حقيقة يهتم بجهد هذه العائلة المباركة، بجهدها العلمي، بتراثها الفكري، وجمعت مؤلفاتها، وكذلك ألفت عن سيرة العلماء. هذا المركز مركز طبع لهذا الكتاب بتاعت المفتي الزهاوي. نعم، خارج مركز الزهاوي. لا، هو المركز الزهاوي نفسه قام بطباعة الكتاب. الله يبارك بجهودك. هذه كانت الحلقة البحثية من ضمن الجلسة الثانية للمؤتمر في هذا اليوم عن أعلام الحركتين العلمية والفكرية والعراق. لاحظنا أن حركة العلم والفكر في العراق تدور بنسق واحد،
وتتحرك ضمن هذا البلد ما بين بغداد والبصرة وكردستان، ما بين أربيل والموصل والسليمانية. جهود العلماء كلها كانت جهود واحدة، يرتبط الشيخ محمد فيض الزهاوي بالشيخ أبي الثناء شهاب الدين الآلوسي الحسيني، ويرتبط كذلك بالشيخ النودهي معروف النودهي، وكلهم كذلك لهم ارتباط بصبغة الله الحيدري، بفصيح الحيدري، بأسعد الحيدري هذه المدرسة، بفضيلة الشيخ المفتي عبد الله السويدي هذه العائلة، كذلك عائلة العلم والعلماء. هذه الحركة العلمية كانت على نسق واحد، بحركة علمية واحدة على مدى القرون الخمسة. هذه سمة الحركة العلمية. طبعا في ضوء الشريعة الإسلامية كانت حركة واحدة، الكل يتصل مع الكل، الكل يتكامل مع الكل، ولذلك يعني ينبغي أن نصل إلى درجة التكامل حتى نكون نافعين، نؤتي ثمار العلم لهذه الأمة. الآن نتيح الفرصة إلى المداخلات لأساتذة الفاضل. نبدأ من عادة السباق الدكتور أحمد عواد الكويسي. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة وأنا أستمع إلى الباحثين الفضلاء أسعدت كثيرا بهذه البحوث القيمة التي سمعناها اليوم وأمس، وأكبرت موقف هيئة علماء المسلمين ممثلة بأمينه العام فضيلة شيخنا الدكتور مثنى الضاري على إقامة هذا المؤتمر لتعريفنا الحقيقة بهذه القامات العلمية العراقية الكبيرة. طبعا العلماء الأكراد لهم باع طويل في علوم الشريعة وعلوم الآلة تحديدا، ويعني يكفي أن علامة العراق لفترة طويلة هو الشيخ عبد الكريم بيارة رحمه الله تعالى، الذي تتلمذنا على يده، وكان ربما من أبرز علماء العراق في العصر الحاضر الذي توفي في عام 2005. أريد أن أذكر شيئا مهما، وهو أن الباحثين فعلا ذكروا لنا أسماء لم نكن قد سمعنا بهم، كالشيخ القزلجي القزلجي وآخرين. وأريد أن أنبه إلى أن أسانيد العراقيين في الأحاديث تعود إلى بيت الحيدري وهو من الأكراد. وأريد أن أذكر أن الأكراد قد يعني ألفوا مؤلفات كثيرة وعديدة في علوم العربية. أذكر أن البيتوشي المتوفى 1211 بعد أن ألف إحدى كتبه قال في آخر المقدمة بيتا جميلا يقول فيه: وإن تجد شيئا خلاف الأدب فالطبع كردي وهذا عربي. حقيقة من الأشياء اللطيفة والجميلة التي سمعتها وقرأتها. طبعا عندي سؤال بالنسبة للأستاذ عبد العزيز، أعتقد الذي كان، نعم أستاذ عبد العزيز، السؤال أعتقد أن الدكتور رأفت الفرج ألف كتابا عن المدرسة الفيضية أو التكية الفيضية. سؤالي: لماذا لم تبدأ بشيخ اللي هو شيخ عبد الله؟ لماذا لم تعرفنا بشيخ المدرسة؟ لماذا عرفتنا بشيخين هو الشيخ محمد الشريف والشيخ أحمد فخري؟ هذا يعني هذا سؤال موجه إليك. هناك أشياء كثيرة ربما لا غابت عن الذهن. على كل حال جزا الله خيرا الإخوة الأكراد، وأذكر الحقيقة أذكر إخوة الأكراد، نحن كما قال الدكتور ناصر جزاه الله رئيس اللجنة، نحن يجمعنا الإسلام يجمعنا الدين، ولغة الإسلام هي العربية، لغة الإسلام هي العربية، فلا غرو الحقيقة أن يبدع علماء الأكراد في التأليف والتصنيف والتدوين في علوم العربية جمعاء. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أستعير عبارة ذكرها أخي الدكتور حسن يشو بالأمس، قال يعني هو نقل العبارة: من ورخ عالما فقد أحياه.
فأقول جزاكم الله خيرا، فقد أحييتم بذكركم علماء هذه الأمة الأبرار، ووفيتم في ذكر تراجمهم. بالنسبة للشيخ الأخ الدكتور محمد البنجويني، يعني جزاك الله خيرا، جعلتنا نعيش وكأن العلامة الملا علي أمامنا وننظر إليه وكأنه يعيش بين ظهرانينا، فجزاك الله خيرا. وبالنسبة لأخي دكتور عبد القادر عبد الرحمن البرزنشي، ذكر فضيلة الشيخ أحمد فائز رحمه الله، حقيقة يعني هذا شخصية ربما يعني أقول فريدة، ولم تحظى حقيقة بدراسة حقيقية. أتمنى عليه وعلى الإخوان أن يقدموا دراسة يعني كاملة عنه. هذا الرجل كان يجيد اللغة العربية والكردية والتركية والفارسية والفرنسية والروسية قراءة كتابة تأليفا، كل هذه اللغات كان يجيدها كتابة. وبالإضافة للكتاب الذي ذكره أخي الدكتور عبد القادر كنز اللسن، وهذا الذي فيه يعني 11 علما كل علم بجدول، بالإضافة لهذا هو كان مولعا بهذه الطريقة، فله كتاب آخر أيضا اسمه الدر المنظوم، وهذا يحتوي على 7 علوم، فكان يعني حقيقة انموذجا رائعا للعلماء. وتولى القضاء في مناطق الفرات الأوسط حصرا، في الكوت وفي الناصرية التي كانت تسمى المنتفك وفي كربلاء، وكانت له بصمات كبيرة في كربلاء. فأخي الكريم أقول أنت أولى بإخراج تراث أجدادك، وجزاكم الله خيرا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في الحقيقة ونحن عندما نسمع هذه البحوث القيمة، وأستطيع أن أقول عنها أنها عظيمة لعظمة من ترجموا لهم، أحب أن أضيف لأخينا الدكتور وهو يتكلم وأنا أذكر ما اندرس حقيقة في البصرة، مدرسة من المدارس الكبيرة التي تسمى بالمدرسة الطاهرية، وهذه المدرسة الطاهرية أسسها السيد العلامة طاهر البرزنجي، ليس الدكتور طاهر البرزنجي رحمه الله، وإنما هذا من قرون هذه المدرسة العظيمة الكبيرة التي أسست في البصرة. والمؤسس رحمة الله عليه العلامة طاهر البرزنجي له كلمة جميلة قد أرخها أهل التاريخ، عندما فتحت هذه المدرسة واستبشر الناس ودرس طلاب العلم فيها واستفادوا من هذه المدرسة، قال هو الفضل أرجعناه إليكم، وهذا معنى أن هناك علاقة وطيدة وعظيمة بين المدارس، بين المدرستين وبين كل المدارس في العراق وحتى في أمصار أخرى ودول أخرى. فإذا لاحظنا وإذا تتبعنا السند في الإجازة العلمية نجد أنهم كلهم من رسول الله ملتمسوا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الإبداع، وجزا الله خيرا الهيئة والدكتور مثنى على هذا المؤتمر الذي في الحقيقة نحن بحاجة الآن ومن الآن إلى ترجمة لهؤلاء العلماء الأفذاذ الكبار، جزاكم الله خيرا. شكرا دكتور الله الحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لدي تساؤل، لكن وأنا أستمع إلى هذه الكلمات عنت لي جملة من الأفكار
أعدها من الإثرائيات للنقاش. في البداية أقول إن كل مداخلة اليوم أو أمس تعد قطعة ذهبية تتلألأ بها قاعة المؤتمر العلمي الثالث، وكل علم وقع التناول له قمين وخليق أن تعقد حوله ندوة كاملة. فهنالك من يتناول هذه الشخصية من جهة اللغة والأدب والشعر، ومن جهة باقي الفنون والأفنان التي كان يتقنها. ما لاحظته أن المشاركة سمة بارزة وغالبة على أغلب الأعلام، والمشاركة عند الأقدمين هي الموسوعية، كان مشاركا أي في مختلف العلوم والفنون. وأذكر للإثراء أن الشيخ مصطفى السباعي سئل يوما في المقارنة بين عالمين شامخين، بين محمد بن زهرة ومصطفى الزرقة، فهذا العلم شيخ مصطفى السباعي أجاب وأنصف كل واحد من الاثنين. قال: أما أبو زهرة فمكتبة فقهية، وأما مصطفى الزرقة فملكة فقهية. وعلماؤنا، وأنا أستمع إلى هذه العروض القيمة، تراوحوا بين المكتبة والملكة الفقهية. سمعت أن لبعضهم لائحة وجريدة من الحواشي، لكن بعض المتأخرين يحسبون الحاشية علامة على عصور الانحطاط، في حين حين ننظر إلى الحواشي نظرة إيجابية من الداخل نجد أن الحاشية أو الحواشي مصابح منيرة للمتن. وقد ورثت عن بعض مشايخنا أنه كان يقول لنا: الزيت عصير الزيتون، والحواشي مخاخ المتون. انتهى. خليكم على هذا. شكرا دكتور. شكرا. دكتور مجاهد. شكرا جزيلا سيد رئيس الجلسة، ونحمد للإخوة الأفاضل أصحاب البحوث المقدمة في هذه الجلسة الثالثة التي ضمت بحوثا عن أعلام العراق، وأكثرهم من الأكراد: آدم والقل زردي والقزلجي وآل الزهاوي. واللافت للنظر أن أكثرهم اختار لمؤلفاته لغة القرآن الكريم، يعني أن يكتبوا بلغة قومهم أمر أيضا مألوف مقبول، لا ننكر عليهم ذلك، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لكن أكثر مؤلفاتهم جاءت باللغة العربية، بلغة القرآن الكريم. فلنقل ربما نحن نقول هذا المصطلح نفضله على العربية في ماليزيا أيضا، والسبب لأن ردة الفعل لاتجاه القوم العربي وما إلى ذلك أن القوميات الأخرى تريد لغات. نحن نتمثل اليوم في وقتنا الحاضر واقع منطقة شمال العراق وكردستان التي أعرضت ونأت وتنحت عن العربية، وسينشأ جيل بعيد عن هذه اللغة لا يفقهها ولا يستطيع أن يتلقاها. الأمر المهم جدا كيف نفهم القرآن، مصادر العلوم القرآن ومصادره
والحديث النبوي كله بالعربية، فينبغي أن نحيي هذه اللغة. لدي ملاحظات سريعة الحقيقة للأخ عبد القادر البرزنشي، ذكر هذا العلم المتفرد المتميز الذي جعل كتابه في 11 عمودا، لأن كل عمود يمثل علما من العلوم، والذي أعهده قديما أن العلوم عند المسلمين في شمال العراق كانت 12 علما، حتى يسمونها دواسدا علم. فلماذا لم يظهر العلم 12؟ أتساءل، ربما أجد جوابا. وأضم صوتي إلى اقتراحه وتوصيته بمعجم أعلام العراق، خاصة وأن هذه الندوة عن الحركة العلمية والفكرية رصدت البحوث فيها، فوجدت أكثر من 50 بحثا في موضوع عن علم من أعلام العراق، يعني أكثر من 60% من البحوث عن الأعلام. فلماذا لا تكون هذه خطوة إلى تأسيس ما هذه الموسوعة؟ الملاحظة لأخي الفاضل عبد العزيز، سمى عنوان، جعل عنوان بحثه من أعلام الموصل العلامة فلان، ثم عطف عليه الشيخ محمد شريف. فهل أنت تصف الأول بصفة أنه علامة والثاني ليس كذلك، أم تقصد الاثنين؟ فإذا كان يمكن نقترح من أعلام الموصل العلامتان أحمد فخري والشيخ محمد الشريف، فيعني يكون هذا أولى وأفضل. وقضية السنة الميلادية والهجرية الذي أميل إليه أن يعني نجعل السنة الهجرية للقرون الأولى، لأنها أكثر ألفة وأقرب. أما الحديثة فلو قلت الآن عن الشيخ الفخري الفيضي 1855، إذا نكتفي لا بأس. شكرا لأخي الأمين العام الدكتور الشيخ الدكتور مثنى الضاري على تنازله عن حقه في التعقيب. يعني حتى حطت بيها ما قدرت على نفسها قيام، بارك الله فيه. الحقيقة مما يثلج الصدر ما رأيته في هذه الجلسة المباركة، رأيت مجموعة من الباحثين الشباب وهم يمثلون جيلا واعيا، يقدمون بحوثا جديدة عن علماء الأمة، لا سيما في عن علماء كردستان وعن علماء العراق بصورة عامة. وأنا أرى، ليس من باب التساؤل ولا أوجه السؤال، ولكن لابد أن أقول، أنا أرى أن الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية والوحدة العراقية متجسدة في هذا المؤتمر، ولا أقولها مجاملة، اشتركت في مؤتمرات عديدة لم أرى هذا التوافق ولا هذا التقارب الروحي والجسدي مثل ما وجدته في هذا المؤتمر. أسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على ما قدموا، ونتمنى أن تكون هذه المؤتمرات في داخل العراق وفي خارج العراق وفي الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور سعد الجميلي. فضيلة الدكتور عفوا. شكرا سيد رئيس الجلسة. سئل الشاعر البحتري: أيهما أشعر، المتنبي أم أبي تمام؟ فقال: أبو تمام كالفقيه الورع في المعاني والألفاظ، أما المتنبي فإنه كالملك الجبار يأخذ كل سفينة غصبا. فهذا المقام حقيقة أشكر وأثني بالشكر على الأخ الدكتور محمد البنجويني، حقيقة أتحفنا بلغته العربية الرصينة والسليمة، فشكرا جزيلا دكتور. لكن كنت أتمنى يعني أن تبين دور العلامة الذي تناولته بدوره في تطوير اللغة العربية ودوره في توسعة الحواشي والمتون، حيث أبدع علماء الأكراد حقيقة في تطوير اللغة العربية من خلال المتون ومن خلال الحواشي
ومن خلال لمساتهم في البلاغة وفي علم اللغة العربية. شكرا جزيلا. الحقيقة هذا المؤتمر العلمي الثالث، المؤتمر العلمي الثالث لهيئة علماء المسلمين الموقرة، ووفقت لحضوره، لكن بفضل الله تعالى وجدت أن هذا المؤتمر تميز بثلاثة أمور شرح صدري والله. أما الأول فكان يعني الاهتمام البالغ بعلماء العراق، وهذا على اختلاف عن مشاربهم ومناهجهم، وهذا سبيل لرفعة الأمة بتوقير علمائها وتعظيم علمائها. أما الأمر الثاني فهو تسليط الضوء على الملموس طبعا على الخلافة العثمانية الإسلامية الراشدة، وهي خلافة نعتز بها ونفتخر بها. الأمر الثالث الذي يعني أثلج صدري هو الحضور المميز للأخوة الأكراد بزيهم الجميل وبحضورهم المميز، وحقيقة يعني سمعنا منهم من هؤلاء العلماء والأدباء عن شخصيات وعن علماء لم نكن قد يعني لم نكن نسمع بهم من قبل ولم نكن نعرفهم من قبل، وحقيقة نقول لهم موقعكم في القلب، والله نحبكم وأنتم أخوتنا وأنتم جزء لا يتجزأ من قلوبنا، فمرحبا بكم وجزاكم الله خيرا. المسألة الأخيرة لو سمحت الأخيرة لطفا بس يعني الدكتور الموصلي، تمنيت يعني حينما تكلم عن الشيخ محمد شريف الفيضي والشيخ أحمد فخر الفيضي تمنيت أن يلقي الضوء على الشيخ الشهيد فيضي الفيضي، وهو من العلماء الأجلاء، ذكرهم بشكل سريع. جزيتم خيرا بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة كما قال الجميع الأخ أتفق معهم تماما متميزة، وكل الجلسات إن شاء الله متميزة، ولكن ظهر بعد ما في هذه الجلسة حقيقة أقوله لم يكن هدفا أساسيا من أهداف المؤتمر. قد تفاجئون، ليس الهدف العلمي الذي ذكرتموه جميعا. المؤتمر أقيم على أساس إظهار المخبوء من تاريخ العراق وجهود علمائه العلمية والفكرية، وإحياء من درس منها، وإبراز علماء العراق، وتعريف النشئ الجديد الجيل الجديد بكثير من العلماء الذين لا يعرفونهم، وتعزيز هذه الهوية المعرفية الإسلامية الجامعة الواعية التي ذكر بعض الأخوة نماذج منها. لكن البعد الآخر الذي ظهر كما قلت قبل قليل بدون ترتيب ولكن وفق الله سبحانه وتعالى إليه، هو أن هذا المؤتمر حقق هدفاً اجتماعياً، هدفاً وطنياً، هدفاً إن شئتم قلتم سياسياً، وهو هذا التقارب بين أطياف المجتمع العراقي. فقد فوجئنا، أقولها بصراحة لأسباب عديدة يعلمها كثير من الإخوة العراقيين، فوجئنا بالكم الكبير من الإخوة المشاركين من كردستان، وقد رفضت بحوث أخرى فيها أخوة آخرين من كردستان لعدم وفائها ببعض الأمور، وأهم أمر هو أن تكرر الكتابة عن الموضوع نفسه. فمثلا عن الشيخ محمد الجلي الكردي جلي زادة جاءتنا 5 بحوث فاخترنا 2 منها فقط، وهكذا تكررت في موضوعات أخرى، ولا سيما الشيخ عبد الكريم المدرس، الشيخ الزهاوي، وما إلى ذلك. إذن كم كبير يشكل الحاضرون منهم الآن 5 الباحثين، وبالمع البحوث المرفوضة أو غير المقبولة قد يشكلون النصف. فكانت مفاجأة حققت بعدا كما قلت آخر لم نكن نعد له، وهو تقوية الأواصر والروابط وفتح قنوات التواصل بين علماء وطلبة العلم في العراق، والمقترحات التي وردت والتوصيات والاطلاع على كثير من المعلومات ستفتح آفاق إن شاء الله مستقبلية لتعاون أمثل لتناول الأعلام كما اقترح الدكتور مجاهد على سبيل المثال، ندوات متخصصة عن علماء وعن مدارس وعن حالات فكرية. أمر سريعا على بعض الملاحظات، أشكر أخي الدكتور عبد القادر البرزنشي على هديته الثمينة كنز اللسن، وأقول سبحان الله هذه هي النسخة الثانية
من الكتاب فقد اقتنيت النسخة الأولى في أواخر الثمانينات من معرض كتب وزارة الأوقاف في بغداد عندما طبعته اللجنة الوطنية للاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري، هو مؤلفات الشيخ معروف النودهي رحمه الله المنظومة أيضا، وبعد أكثر من 30 سنة أستلم نسخة جديدة ومحققة، فشكرا لكم وبارك فيكم. ومقترح معجم مؤلفي العراق هو أحد أهداف هذا المؤتمر، لذلك قسمت البحوث على أساس إظهار تراث العراقيين الحديث فيما يتعلق بمختلف العلوم. أصبحت الآن لدينا قاعدة نستطيع أن نستقل أو نستقي منها لهذا الأمر. وهنا أنبه على أن هناك كثير من المؤلفات عن مؤلفات العراقيين ما زالت مخطوطة، مثلا أنوه بمؤلفات الموصليين للشيخ العدواني إلى الآن مخطوط لم يطبع، وأحد الأخوة كما قلت سيكتب عن الأنبار وذكرتها في الجلسة الماضية، والآن سمعنا عن علماء من كردستان، فممكن بعد طباعة أعمال المؤتمر أن تستقى منها هذه ويصبح معجم شامل جامع لمؤلفات العراقيين، ولا سيما بعد أن سمعنا أنه تم العثور على مخطوطات جديدة لبعض علمائنا كانت مفقودة كما ذكر الإخوة جميعا الدكتور البنجويني والدكتور محمد البنجويني والدكتور عبد القادر البرزنجي. بالنسبة للدكتور محمد البنجويني بارك الله فيكم، وأقول هنا معلومة، الشيخ علي القزلجي أو القزلجي كما يلفظها البغداد، القزلجي أهل بغداد يلفظونه القزلجي، ليش؟ لأنه اشتهر عندهم الشيخ محمد القزلجي حثيد الشيخ علي القزلجي، وهو مدرس الحضرة القادرية ومدرس وإمام جامع السراي وعضو جمعية الهداية الإسلامية وقرين الشيخ قاسم القيسي رحمه الله، ومدرس البخاري، كان يدرس صحيح البخاري من القلائل الذين كانوا يدرسون البخاري في بغداد. فأقول بأنه هذا استمرار العائلات، عائلة الفيضي محمد فيضي ثم أمجد الزهاوي حفيده، علي القزلجي ثم محمد حفيده، وهكذا تستمر السلسلة. هنا أنبه على ظاهرة أيضا يمكن أن ينتفع منها بعض الدارسين، وهي ظاهرة اجتماعية علمية، أنه كان العلماء في ذلك الوقت يأخذون الإجازة من كردستان، أغلب المدارس هي في كردستان، ثم بعد انتقال بعض العلماء الكبار من كردستان إلى بغداد عاد موضوع الإجازة إلى بغداد، الحيادرة منتهى الإجازات والأسانيد، ومحمد فيض الزهاوي المدرس ورئيس المدرسين، ومعهم في ذلك الوقت كان الشيخ أبي الثناء الآلوسي. هؤلاء الثلاثة أصبحوا محط رحال جميع العلماء، فبدأ علماء كردستان يقومون بدورتهم المعتادة المعروفة في كردستان، طالب العلم يأخذ العلم في قريته ثم يدور على المدارس، وهكذا الطريقة في المدن الكردية 2 أو 3 أو 4، ثم بعد ذلك يذهب إلى بغداد. فإذا الحج إلى بغداد بعد أن كان الحج مجازا إلى كردستان ظاهرة حرية بالدراسة، وللأسف كانت دراسة في المؤتمر عن أسرة الحيادرة ثم انسحب كاتبها في اللحظات الأخيرة. أخيرا أقول مما يؤلم كثيرا أن هذه السلاسل العلمية في مختلف المجالات، في الإجازة، في الإفتاء، في القضاء وفي التدريس، انقطعت في العراق في مراحل مختلفة لأسباب عديدة أثرت على الحالة العلمية. فانتهى القضاء الشرعي في العراق في العشرينات بأمر الملكي، وانتهى منصب الإفتاء في العراق في عام 1955 بوفاة الشيخ قاسم القيسي آخر مفتي لبغداد المحروسة، لم يكن هناك مفتيا للديار العراقية، هذا المنصب بعد ذلك سمي به الشيخ أمجد الزهاوي مجازا يعني. ثم عرض كما قال الدكتور ناصر منصب الإفتاء على الشيخ أمجد فرفضه، وعلى الشيخ الواعظ فرفضه، فانتهى منصب الإفتاء في العراق بشكل رسمي، وإلا استمر بشكل غير رسمي انتهاء بالشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله. أما التدريس في العراق فقد انتهى في أوائل السبعينات عندما أغلقت كل المدارس الدينية واستعيض عنها بالمعهد الديني والمعهد الإسلامي في بغداد. هذه السلسلة حرية بأن تعود من جديد، وندوة اليوم أو جلسة اليوم الثالثة أحيت فينا الأمل في أنه نعيد سير هؤلاء وصولا إلى إعادة هذه المؤسسات العلمية لمكانتها السابقة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شكرا فضيلة الشيخ الدكتور، شيخنا الدكتور فضيلة الأمين العام. الآن
كل باحث يرد عن المداخلات. ماكو رد؟ نعم، فقط عندي إضافة على كلام الأستاذ حسن. عندنا مقولة مشهورة تقول: من لم يقرأ الحواشي ما حواشيه. وبالنسبة لكلام الأخ، أنا حقيقة كتبت بحثا عن أثر الأصوليين في تطوير اللغة العربية الاستعارة نموذجا، وشكرا. في الحقيقة أنا لم يوجه إلي سؤال، وإنما أريد التعقيب على كلام للدكتور مجاهد، حيث قال إنه في كردستان العراق تركوا اللغة العربية وأنه سيخشى أن يأتي جيل لا يعرف العربية. أستاذنا الموقر، يعني هذه مجرد دعاية إعلامية. اللغة العربية مدروسة في مساجدنا، في كلياتنا، في مدارسنا. أنا اختصاصي في علم الكلام، ولكنني أدرس النحو والصرف والبلاغة في جامعة السليمانية، كما أدرس للطلاب في الجامع الكبير الفوائد الضيائية لملا جامي، وهو يعني كتاب عظيم القدر في النحو. طبعا أنت تعرف أن الأكراد شعب عجمي ليس عربيا، فلا يلزم بالضرورة أن يعرف كل كردي اللغة العربية. فأنت أستاذي، يعني تذهب إلى ماليزيا، أنت أعتقد أنك تعيش في ماليزيا، تذهب إلى باكستان، وهذه شعوب مسلمة، لا يلزم أن يعرف كل أفراد هذه الشعوب اللغة العربية، فهذا لا يعني لم يطلبه من الإسلام. وإنما الواجب الكفائي أن يكون في كل عصر علماء يتقنون هذه اللغة، لأنها شرط ضروري لفهم القرآن والحديث. وهذا الشرط وهذا الواجب الكفائي يعني الحمد لله موجودة عندنا في كردستان بأحسن أحوالها. ولنترك الدعاية الإعلامية وهذه المجالس المباركة، يعني ما تراه تقريبا أكثر من 20 باحث جاءوا من كردستان، وكلهم قدموا بحوثهم باللغة العربية، وكلهم يتحدثون معكم بعد الجلسات باللغة العربية، خير دليل على أن هذا دعاية لا أصل لها. نترك السياسة ونستمع على العلم. هذا المجلس يعني جمعنا وكشف لنا كثير من الأمور. جزاك الله خيرا، أعزك الله، وأتمنى أن يتسع صدرك لما قلته. ممكن شكرا جزيلا. إضافة لل... بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيضا لم يوجه إلي سؤال، لكن أحببت أن أعلق على شيء بسيط، وهو أن هذا الجلسة وهذا يعني خاصة الأخرى الماضية، الجلسات الأخرى شجعتنا كثيرا على أن نبذل جهدنا عندما نعود في إبراز وفي الكتابة والدراسة في علمائنا الأكراد، لأنه بصراحة هناك الكثير من العلماء. الإخوة تكلموا عن بعض العلماء، لكن هناك الكثير من العلماء المعروفين الذين لهم تأليفات كبيرة وكثيرة في شتى المجالات لا يعرفهم العالم الإسلامي. وهذا هذا الجهد وهذا الإظهار طبعا لا يمكن أن يتحقق بالأكراد فقط، بالباحثين الأكراد، يجب أن ينصب الجهود بالتعاون مع الإخوة الباحثين من شتى أرجاء العالم الإسلامي، ويتكاتفوا لإظهار هذه الكوكبة من العلماء البارزين الذين كتبوا عن علوم اللغة والفقه وشتى مجالات العلوم الشرعية. وندعو من هذا المؤتمر والإخوة الحضور إن شاء الله يعني الإسهام في هذا المجال لإبراز هذه الكوكبة من العلماء الموجودين عندنا، وعندهم تراث كبير، لكن مع الأسف هذا التراث مغمور ومجهول لدى الكثيرين من العلماء والعالم الإسلامي. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما تفضل به الشيخ أحمد عواد مشكورا، في الحقيقة لم أكتب عن الشيخ عبد الله الفيضي لأن الشيخ الدكتور رأفت الفرج فصل يعني تفصيلا دقيقا عن الشيخ عبد الله الفيضي في كتابه الفيضي. وأيضا ما تفضل به الشيخ مثنى، لماذا لم أكتب عن الشيخ الشهيد فيضي الفيضي؟
الآن عندنا أحد الأخوة من طلاب ومريدي الشيخ يكتب بحث ماجستير عن الشيخ فيض الفيضي، ولهذا تناولت الشيخ محمد الشريف وعمه الشيخ أحمد فخري الفيضي. وبالنسبة للشيخ مجاهد، يعني قضية الشيخ محمد الشريف معطوف على الشيخ أحمد فخري، فأيضا يعني هو علامة كذلك، جزاك الله خيرا. وبالنسبة للتاريخ، عادة أذكر التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري لأن المستمع يسهل عليه إحصاء التاريخ بالميلادي أكثر مما يكون بالهجري، وأذكر الهجري اعتزازا بالتاريخ الهجري. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بالنسبة للدكتور مجاهد، بارك الله فيك، سؤال دقيق وموجه حول 11 عمودا أو 11 عمودا. طبعا هو موجود، عنوان الكتاب يقول كنز اللسن المكنوز فيه 6 ألسن و12 فنة، هو 12 فنة، ولكن عندما نأتي إلى أعمدة الكتاب موجود 11 عمودا. فشنو شو مسوي المؤلف؟ قد دمج النحو والصرف في حقل واحد فصار 11 عمودا. إيه نعم. وبالنسبة لملاحظة أستاذي الدكتور، يعني بالنسبة لمعجم المؤلفين، أنا كان يعني عندي فكرة حتى دونت في داخل البحث أن يكون مثلا موسوعة كبيرة، موسوعة علماء العراق ومؤلفاتهم، فيكون مثلا على شكل لجان، مثلا في كل محافظة من محافظات العراق تشكل لجنة، وهذه اللجنة تقوم بجمع أو بكتاب عن هذه الشخصيات ومؤلفاتهم، ثم بعد ذلك تجمع هذه المجلدات فتكون مثلا موسوعة كاملة لعلماء العراق، يعني مثلا بغداد، رمادي، كركوك، سليمانية، هكذا، فيكون مثلا شكل أسهل. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. في الختام نشكر السادة الباحثين الذين أغنوا موضوعاتهم، موضوعات بحوثهم بمادتها العلمية، وكذلك في عرض مختصرات بحوثهم. شكرا لحضور، جزاكم الله.